استاذ هاني. هو طبعا ما فيش وصفه تنفع لكل الناس اللي معاها دولارات، يعني كل واحد ظروفه بتختلف. انا بتكلم على المدخر في 100 200 يعني، والله اقصى حاجه اللي بيحتاج عائد شهري الى جانب دخله من وظيفه او من تجاره او من مهنه ومحتاج دخل اضافي، لا انا بنصحه يحط يبدل الدولار بالجنيه المصري ويحطهم شهادات هتدر له عائد 30% شهري ريسك فري بدون اي مخاطر. لو هو مش محتاج العائد الدوري يخلي الدولار يشتري بيهم شهادات بتمنح عائد 7% على الدولار. على الدولار يبقى انا باخد برضو عائد دولاري ومحتفظ بيه. لكن حطيتهم في البيت هيروح بيه فين؟ لا ما انا بقول له هيحطه في البنك عشان بيه شهاده. هو دلوقتي في كل الاحوال عايز يخليه دولار، يخليه دولار في البنك وياخد عليه عائد بالظبط، محتاج عائد اكبر يحوله لجنيه مصري ويحطه في شهاده برضو بالعائد ابو 30 25 20 بالظبط.